الأخ موسى، في المراجعة السابقة كنا أنهينا الحديث في أجواء الحرب العالمية الثانية تقريبا، ما أن انتهت الحرب العالمية الثانية حتى تصاعدت وتيرة الهجرة اليهودية إلى فلسطين، ديموغرافيا صار اختلال، هذا أدى فيما بعد إلى فكرة قرار التقسيم، أن تقسم فلسطين ما بين هؤلاء اليهود الذين جيء بهم من أوروبا وما بين أهل البلاد الأصليين. ربما كان من أول النشاطات السياسية البارزة لك أنك شاركت في مسيرة احتجاج ضد قرار التقسيم عام 1947. نعم، هو الحقيقة يعني عندما أعلنت الانتصار، انتصار الحلفاء، وعمت الأحياء اليهودية الفرحة. أنا اليوم اللي أعلنوا فيه الانتصار طلعت على القدس مساء لوحدي، وبالنسبة لهذاك الزمن يعني اللي بتأخر بالليل خطر عندنا، يعني ما فيش عادي إنه الناس تأخر بالليل، إنما سندت وعلى باب الخليل وعلى مام الله وعلى شارع يافا، يعني محل تجمع اليهود في شارع يافا عند ساحة اسمها ساحة الصيون، هي هناك في سينما اسمها سينما الصيون، وهذه الساحة قدامها هناك التجمع. ورأيت تلك الليلة ما رأيت من الاحتفالات بكل أطياف اليهود، عجائز، شباب، نساء، أطفال، الكل يحمل الأعلام الإسرائيلية، الرقص في الشوارع، الفرحة اللي غير معقولة. انقهرت قهر شديد، فتركت هذا الموقع، قلت بدي أروح باتجاه الكينج ديفيد. الكينج ديفيد هنا وبناية الواي ام سي اي، جمعية الشبان المسيحية اليهودية المسيحية مقابلها، هناك كمان في لهم نشاط، وأيضا وإذا بالموسيقات والاحتفالات. ضليت للساعة 11 بالليل وأنا صايع مدووش، شو خلاص راحت، حسيت الدنيا راحت، يعني كان فقدنا فلسطين. شفت ليلتها بهذاك الوعي، بمقدار هذاك الوعي، هذا عام 45، هذا بال 45. روحت بالليل، طريقي بتيجي على وادي اسمه وادي الربابة، هذا مخفهر فش لا ناس ولا محزنون. خنقني الغضب، قعدت نزل دموعي، شو هالفرح، شو صار فينا، وين هنروح؟ بالله العظيم ليلتها ما وصلت الدار وإذا بني يعني حالة يرثى لها. كل الوالد وين كاين، الدنيا صارت بعد نص الليل. قلت له رحت على القدس، طلعت على كذا وكذا وكذا وشاهدت كذا وكذا. صفا لا حول ولا قوة إلا بالله. يظهر بالنسبة إلنا انهزمت ألمانيا، يعني حصل الدولة اليهودية، هيك حسبناها بوعينا في ذلك المرحلة. ورغم ذلك تحمل الواحد واستمرت. بس أنا اللي بدي أقول إنه بعد 45 انتصرت بريطانيا، ولكن تحركت مين؟ العصابات الصهيونية. هاي اللي هو إحنا بدل ما يبدأ عندنا ثورة مرة ثانية لأخذ استقلالنا وحريتنا وأهدافنا، اليهود اللي تحركوا، تحركت وقتها عصابة الأرجون دفاعي الأمي اللي هي مختصرها إيتسل اللي بقودها بن غوريون، وتحركت وقتها عصابة شتيرن اللي كان يقودها شامير، والمؤسس تبعها اسمه شتيرن فسميت باسمه، ولكن هو قتل هذا في إحدى الصدمات مع بريطانيا، كانوا يهاجموا المواقع، نسفوا الكينج ديفيد اللي هو السكرتيريا الكينج ديفيد، فندق قديم، فندق تاريخي،
إحدى أجنحته من الجهة الجنوبية كانت بريطانيا مسوي فيه السكرتارية تبعت المندوب السامي. السكرتارية هي اللي استهدفت، هي اللي استهدفت مش كل الفندق. واللي عملوا العملية اللي هو الأرجون، يعني هم بدل ما يشكروا البريطانيين على اللي بيعملوا لهم اياه بدأوا بعملية ضدهم عشان يطفشوهم يطلعوهم من البلد. ومشان في النهاية هم مدركين انه حيصلوا الى الوعد المشؤوم انه ياخذوا، ولكن يظهر بدهم يظهروا انه احنا حررنا اخذناها يعني بالتحرير. ولذلك كمان نسفوا نادي للضباط اسمه سميث كلاب، حافظه لأنه استشهد واحد من جيراننا من عائلة ثانية كان صفرجي بيشتغل، انهدم على رؤوس الإنجليز وكله نادي للضباط. هاجموا في 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 يافا، اعتقلوا بوليس من البوليس البريطاني الكونستابل البريطاني وعذبوهم في إحدى المواقع تبعهم وجلدوهم ومن داري إيش. يعني بدأوا يعملوا عمليات ضد بريطانيا، عملوا عمليات كبيرة. ولذلك كانت غريبة إنه طيب ما هم بيشتغلوا لصالحكم، بس إنما قاموا في عمليات كبيرة ضد الإنجليز. ولذلك هذا شمير ألقي القبض عليه وانحبس في 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 سجن عكا، ولكنه هرب، سووا يعني عملية هروب له وهربوه. قعد فترة لغاية ما أعلن التقسيم، كان موجود في الحبشة، كان موجود في الحبشة. أبو موسى، في نظرية بتقول والله أعلم مدى صحتها، بأن هذه العصابات الصهيونية صعدت من أعمالها الإرهابية ضد الإنجليز بسبب خوفهم من تبدل الموقف الإنجليزي بعد انتهاء الحرب، وأن الإنجليز ربما يكونوا فقدوا الحماس لتنفيذ وعد بلفور بالطريقة التي أعطي بها من قبل. أي بس يعني كل لجان التحقيق اللي أجت بعد 1945 اللي أجت كل قراراتها كانت تدعو للتقسيم. يعني ما بدلوش بعد 1945، يعني أجت حوالي لجنتين من هيئة الأمم ما بدلوا في قراراتهم، ظل قرار التقسيم التوصي بالتقسيم، التوصي بالتقسيم إلى أن صدر القرار المعهود في 29 قرار 181 181 29 11 29 11. فإذا صارت مسيرة احتجاجية وأنت شاركت فيها. هذه سمعناها بالليل مع نشرة الأخبار الساعة 9 من إذاعة القدس، ها، إنه صدر قرار التقسيم، عم التقسيم، عم الخبر لكل الناس. أنا ثاني يوم الصبحيات أنا كنت مخلص المدرسة هسه، كنت يعني وصلت للصف السابع، ما في إمكانية، ما كانش في إشي أعلى من صف السابع في القدس إلا مدرسة اسمها الرشيدية ويسموها الكلية الرشيدية. هي عبارة عن بعد السابع كان 4 صفوف، أول ثانوي وثاني ثانوي وثالث ثانوي ورابع ثانوي. اللي بنجح في الرابع بيقولوا له أخذ ماتريكوليشن، يسموه ماتريكوليشن، واللي بنجحش بيقولوا صب ماتريكوليشن، بس اثنين مقبولين يعني يأخذوهم موظفين يأخذوهم أساتذة. بعدها في الكلية العربية، الكلية العربية هذه أعلى إشي في فلسطين، كانت زي جامعة يعني، زي الجامعة الكلية العربية، زي دار معلمين، دار معلمين. كان رئيسها أحمد سامح الخالدي، أحمد سامح الخالدي أبو لوليد الخالدي والشباب بني خالد هذول الموجودين. فأنت لم تتح لك الفرصة باستكمال، لأن أنا أخذ درجة سابعة، رقم سبعة. كانوا يأخذوا من كل قرية اللي بأخذ الأول، بس اللي بأخذ الأول من قرى القدس، من قرى القدس اللي بأخذ الأول هو اللي بروح على الرشيدية، ومن مدارس المدينة كمان يعني اللي يأخذ الأول. ما فيش 9 صف واحد، يعني فيش غير صف واحد
ولذلك ما أتيح لي أن أكمل أطلع، فبقيت على هذا الحال. يوم صارت التقسيم يا سيدي طلعت الصبحيات، أجي الطريقة على باب العمود وإذا بالناس مجمهرة، وعلى عادتنا الإعلام والبيارق لا تزال في ذاك الوقت البيارق الطويلة الإعلام وش اسمه، ومشت الناس ومشينا من باب العمود، طلعنا باتجاه باب الجديد ما بين باب جديد ونوتردام على ساحة بنك باركليس، ومن هناك بتطلع المسكوبية ودائرة البريد بتخش على يافا، على شارع يافا بيبدأ التجمع اليهودي. وإذا بالمصفحات، فيش دبابات، كان مع المقابل كانوا يسموها مصفحة، عبارة عن يعني آلية على عجلات، مش على جنزير، على عجلات وعليها برج وعليها رشاشات برن، بك يسموه رشاشة برن وقتيتها، اليوم ما فيش منه، ما عاد يستعمل، بس كان يعني البرن شيء كبير في هذاك الزمن. الآن بسموه رشاش 500 اليوم في 500 وفي 14.5 وفي دوشكا وفي غير وغيراته، صارت أكبر. المهم ويبدو فين سلخ الرشاشة، فتحوا عليكم النار، النار فورا، بس شافوا بداية المظاهرة ماشية، حتى احنا طالعين تعبيرا عن رفض القرار، بس رحنا على الاتجاه الأحياء اليهودية، رحنا على الاتجاه اليهودي، بس ما معناش سلاح ولا إشي. أحسن واحد حامل سكين ولا شبرية ولا خنجر، يعني هذه عادي بيحملوها الناس، أو عصا طويلة من هالنوع هذا، أطلقوا علينا النار، هجت الناس. هذول الإنجليز اللي أطلقوا النار، الإنجليز مش اليهود، الإنجليز. فتراجعنا، أجت طريقنا على مملة، على شارع مملة. من شارع مملة في هناك حي اسمه الشماعة كنا نسميه، هذا جاي بين باب الخليل وبين الكينج ديفيد وبين شارع مملة، حي تجاري، يعني شو بسموه، يعني اللي بوزع مال فاتورة يسموه، يعني انه مستودعات، يعني مش بالقطعة، بالجملة. أيوة. وهذا كله للتجار يهود، بس فيش سكان، ما فيش لليهود هناك، بس هذا الحي كل أكثر المستودعات والدكاكين له لليهود. بلشنا حريق، بلعتوه كله عن بكرة أبيه، كله عن بكرة أبيه، ما ظل نار، ولعت دكاني مع ثاني مع ثالثة، فيش حدا يقاومنا، فيش إنجليز ما لحقوناش، يعني ما تبعوناش، هم بس كانوا بدهم شياكوا تعدوا من شارع يافا. خلصنا منه، رجعنا على باب الخليل، عاودنا سندنا باتجاه بنك باركليس، من عند باركليس نرجع على باب العمود. عند بنك باركليس في ساحة، وهذا الإنجليز مسكرينها، البنك فيه بتطلع له حوالي 4-5-6-7 درجات، وبعدين بتفوت على الباب، وبابه جاي بطلع الساحة، وإذا بمدير البوليس الإنجليز، مدير البوليس في القدس موجود هناك على رأس القوة، كله بوليس هسه اللي بيشتغل معنا، يعني اللي بطخ علينا البوليس، مش الجيش، فيش جيش. هاي المصفحات كانت للبوليس، يعني مع البوليس. مصفحات مع البوليس هاي كلها. هسه في يوم توصلنا هناك وقفونا، لقيت في جنبي هيك صحن مدور، ليش يستعمل مدي، لقيته بالشارع يعني بهالفوضى هاي، امسكت الصحن هذا ورميته هيك مثل ما ترمي القرص، يا الله دغري على مدير البوليس. اجى فيه، اجى شفت بوش كيف زحراسه، مثل بوش يوم زحراسه، والله مثل بوش يوم زحراسه، ولا مزع رقبته، وانا ارميها
ويفتحوا النار. ست قتلى، ست قتلى اللي وقعوا من المتظاهرين عادت في تلك اللحظة، طشت الناس هربت باتجاه باب الخليل وتوزعت، وتوزعت هذيك المظاهرة. وأنا مروح حسيت طبي أنا ليش ضربت، يعني أنا اللي تسببت في قتل الناس، يعني أنا ضربته هيك. شعرت بالذنب؟ حسيت إني أنا أخطيت أخطائي، بس أنا ما تصورت إنه يروح عنده. أنا هيك رميته في باتجاه الموقع البوليس، أما إنه يروح على المدير البوليس دغري ما توقعتش، ما يعني مش مسدد إنه يجي فيه مثل كندرات شو اسمه على بوش أباك سدد. أنا ما سددتش، أنا رميته يا رمية في هالجو، أجا في هال كاد أن يلطم رأسه، كاد يعني زح عنه ولا لطشه بوجهه، فأطلقوا النار وتوزعنا وروحنا على تبعتها. طب هذه الأوقات، هذا الظرف اللي تقريبا بدأت فيه أو تجددت فيه، بلاش نقول بدأت، تجددت فيه المقاومة، نعم، لمحاولة منع استيلاء العصابات الصهيونية على فلسطين وإقامة الكيان الصهيوني، كيف أجت مشاركتك معهم؟ ما هي يعني هو مباشر بلش البداية، بلشت اغتيالات أو رمي قنابل مثلا بشهر مباشر بعد 11 شهر 12، أعطيت 25-12 شغل من النوع 47 أجوا نزلوا من العصابات، كانت لا تزال وحديتها، سيارة من عند باب جديد نزلت على باب العمود ورمت برميل متفجرات بين الناس اللي موجودين، ثم انعطفت يسارا على شارع سعد وسعيد على مشارم وفاتت على أحياء اليهودية، يعني رموها وهي ماشية، دعدلوه وهي ماشية، يظهر هو يعني يا على فيوزات التفجير يجي بس يقلب كلمتين. عصابات يهودية اللي عملت هيك، عصابة اليهودية قصد تقتل العرب، قتلوا وقع في فوق 10-12 قتيل، يعني بمعنى آخر إنهم هم استفزوا الناس، هم اللي بدأوا، هم أول ما بدأوا بالهجمات. بيافا كنا نسمع، بس هذا كل إحنا عشناه، يعني أنا بحكي اللي عشته في منطقة القدس، صاروا يطلقوا النار من المستعمرات اللي أو الأحياء القريبة على الأحياء العربية من مشارم على الشيخ زراح على كذا. هنا بلشت الأمور، وثم بلشت يعني إنه الاستعداد لحرب، يعني هم كانوا قصدهم يطفشوا الناس يخلوهم يتركوا. بالتأكيد هم بدهم يعني من البداية عملية، هم اللي بدأوا بالهجمات وبالتفجيرات إلى أن بلشت يعني بشهر 12. لا كانت أخذت الأمور أبعادها وبدأت يعني نعرف أنه في قرارات لمواجهة عدم قيام دولة إسرائيل والجامعة العربية وعزام باشا وما عزام باشا، وفي قيادة عربية موحدة، ونسمع بهالكلام هذا. بعدين توضحت الأمور إنه تشكل إيش اسمه جيش الإنقاذ، وصاروا يطلبوا من الناس يجوا على سوريا على قطنة، لأنه تجمع لجيش الإنقاذ اللي تعين له فوزي القابوجي، التجمع كان له مهانة في معسكرات للجيش الفرنسي في بلدة قطنة، يعني يجوا من فلسطين، يجوا من فلسطين، يجوا ويجوا متطوعين من العراق ومتطوعين من ليبيا، يعني جيش الإنقاذ كان خليط من كل الأطياف العربية. وثم بدأت تيجي يعني فزعات، تجمعات من الأردن مثلا، من شرق الأردن كان في رحمة واحد اسمه إبراهيم مانجو من أغنياء عمان، هذا شكل سرية حسابه، شكل سرية على حسابه وجاب لها ضابط من الجيش الأردني متقاعد اسمه طراد، والله ذاكره
لأني شفته وشفت الجماعة تبعه. فيعني وبدلش تيجي من عرب الحويطات مثلا هارون بن جازي من أكبر يعني مشيخة بني الحويطات، هارون بن جازي أخو حمد بن جازي، هذول يعني هم زعامة الحويطات. هذا هارون بن جازي كان معاه حوالي فوق 200 واحد من 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 كلهم من 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 الحويطات، كلهم من الحويطات أجوا وأخذوا موقع في باب الواد، أخذوا موقع في باب الواد وقاتلوا لغاية ما دخل الجيش الأردني في 15/5. من بداية 48 بلشت، ثم بدأ تشكيل الجهاد المقدس. الجهاد المقدس استلمه المرحوم عبد القادر الحسيني، وصار توزيع وقتيتها المناطق، مسؤوليات المناطق. الجليل باتجاه الشمال مسؤولية جيش الإنقاذ، الجهاد المقدس منطقة يعني وسط فلسطين لغاية اللد الرملة ومش رام الله والخليل وهذه المناطق. يعني كان في تنسيق بين الجانبين، ولا حدا بينسق مع الثاني، ولا حدا بيعرف عن الثاني شو فيه. هيك اجت عفوية، كانت فوضى، فيش لا تنظيم ولا تدريب. وين التدريب؟ ما كان اللي الانجليزي اللي وجد عنده طلقة فاضية ينسفوا البيت، يهدموا البيت هذا. فيش مجال للتدريب، فيش مجال للتدريب. بس اليهود كانت عندهم معسكرات تدريب. هذا الرائد وينجت اللي كان مفروز من الجيش البريطاني هو اللي درب عصابات الـ مش الهجانة، العصابات الأساسية اللي حملت أكبر هم اللي القوات الصاعقة. عندهم قوات صاعقة، كانوا مدربين بريطانيين، وهم كانوا هذول اصلا وحده في الجيش البريطاني في الحرب العالميه الثانيه. هم استغلوا الحرب العالميه الاولى وشاركوا فيها في اليونان. كان لهم فرقه كانوا يسموها فرقه البغاله، بعدين عودوا نقلوها سموها الفرقه الملكيه، هذا بعدين عرفنا. بعدين شاركوا في الـ في الـ في الحرب العالميه الثانيه وشاركوا بقوات خاصه لهم، يعني مش مندمجين مع الجيش البريطاني زي العرب. في العرب راحوا تطوعوا مع الجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية، ومنهم من وصل إلى يوغوسلافيا، ومنهم من قاتل في اليونان، ومنهم من قاتل في العلمين ضد رومل مع مونتجمري. بس هذولا كان لهم قوة منظمة ضباطها بعد ساكرها بتدريباتهم، بس بجسم القوات، بس كان لهم قوة خاصة فيهم، كان لهم فيالق مش شغلة صغيرة. وهذا اللي انبنى عليه الجيش الإسرائيلي، كان نواة الهجناء. هذول كانوا يحرسوا المستعمرات، يحرسوا المستعمرات ويحرسوا المراكز، مراكز السياسية. مثلا الوكالة اليهودية، الوكالة، مقر الوكالة اليهودية في القدس كان في شارع كينج جورج في أطراف القدس من الناحية الغربية الشمالية، يعني بعرفه تماما. على البوابة ولا على الحراسات هجنة، فيما بعد سموه جيش الدفاع. لباس عسكري رسمي، كرنسوة عسكرية رسمية، وبنادق يعني مش مخبية، يعني بإرادة بريطانيا، بإشراف تسليح وتدريب وتمويل كله على بعضها. وطب وين الجيوش العربية ما تدرب ناس يدافعوا عن فلسطين؟ هسا يوم أعلنوا التقسيم وقررت الجامعة العربية إنها تمنع قيام الدولة وتمرير القرار 181، قرروا إنه يسووا جيش إنقاذ، إضافة إنه بدهم يدخلوا بس ينتهي فترة الانتداب يوم 15/5 فترة الانتداب. قبلها جندوا، صار شو اسمه اللي هو اسمه جيش الإنقاذ في 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 قطن هاي، ودخل على فلسطين قبل يعني قبل 15، بس انتشر في منطقة الجليل في صفد وفي ناصرة وهالقرى المناطق فيها لغاية جنين. بعدين الجهاد المقدس
في الجهاد المقدس في وسط فلسطين، الشيخ حسن سلامة في منطقة اللد والرملة، وفي يافا حطوا ضابط على ما أذكر عراقي مقدم كذا نجم اسمه الأول لا أذكره بس كذا نجم، موزعين يعني. أما في قيادة رئيسية تحرك توجه المعارك سنتك ما في تدريب. كنا يعني مثلا يوم أنا صارت الناس تتسلح، الناس تتسلح، يجوا تجار من شرق الأردن معهم قطع من السلاح متنوعة، في إنجليزي اللي بسموه M1، في عندك الفرنسي الطويلة وفي فرنسي القصيرة، في عندك العثملية يسموها اللي هي يعني تركية الصناعة التركية، في الألماني، في كمان نوع من بلجيكي. بس شو كله؟ كله ماضي عليه 50-60 سنة يعني من الحرب العالمية تلفان يعني، هذا باكي مخبى شو صار طلعوه. احنا ما نفهمش كثير بصلاحيتها، نفتح الميكانيزما تبعها ونطل من فوهة نشوف يعني الخربانة يبقى فيها زي جرب، زي جرب نسميه كرنجة، يقول مكرنجة يعني نبلش مجرى الطلقة صدي خربان يعني هذا ما بتخليش الطلقة تروح باتجاهها الحقيقي إذا ما خرجتش باتجاهها الصحيح. ولكن يشتروا الناس هذا البندقية، أحسن إشي كان الإنجليزي لأنه متوفر الذخيرة غلاوتها ورخصها على الذخيرة، إذا بندقية ذخيرتها موجودة بكثرة بتغلى، إذا ذخيرتها مش موجودة بتخف. فالإنجليزية 100 دينار جنيه يعني وقتها 100 جنيه، هسه الألمانية والفرنسية والزيزة ب50 ب40 لأنه ملهاش ذخيرة. هذه أنا يوم اشترى لي الوالد قلت له بدي بارودة، مش ممكن أنا وين ما تصير طوش طخ أروح ما اسمعيش، قلت له ما بتزبطش. أبو موسى بدي نسمع القصة هاي بس ما ناخد فاصل قصير لأنه القصة هاي بدها تفصيل إن شاء الله. فضل. الحوار أبعاد لا تنتهي. أخ موسى، كنت قبل الفاصل بدأت تقص علي حكاية البندقية التي اشتراها لك الوالد، وهذا جاء بإلحاح منك. نعم، هو الحقيقة بدأت الناس تتسلح وأنا كنت يعني أينما تصير اشتباكات أذهب لأنظر يعني شو اللي بيجرى أو كيف، ولكن ما عيش سلاح يعني لم أشارك في أي حدث كان يصير اشتباكات مواقع هنا أو هناك في أطراف المدينة في جنباتها. فلحيت على الوالد قلت يا والدي يعني بدي بارودة، هسا كما قلت البارودة يعني البندقية الإنجليزية بدك 100 جنيه لتوافر الذخيرة، باقي الأسلحة الفرنسي والعثملي والألماني وما شابه ذلك عتادهن خفيف، عتادهن خفيف مش ما موجود مع التجار اللي ييجوا، وكان أكثر التجار ييجوا عندنا في البلد وييجوا أهل القدس، من أهالي القدس ييجوا عندنا، ما يستجروش التجار فوتوا، كان البريطانيين موجودين الساعة ما يستجروش وبقدروش يفوتوا، كانها منطقة حرة، منطقة زي منطقة حرة وبيجوش علينا، بقول لك لا في طرق للسيارات ولا للآليات اللي يجوا فيها، فلذلك يجوا عندنا في ساحة في عند اللي قلت لك يا بير أيوب، في ساحة كانت تستعمل للحصيد للدراس في أيام الصيف، ويبقى هنا مجموعة وهنا مجموعة وهنا منتشرين زي سوق، زي سوق بالأسواق سلاح بشكل. فقال لي يلا انزلنا تفرجنا على هالبارود
لقينا بارودة بخمسين جنيه فرنسية قصيرة، في نوعين الفرنسي طويل وقصير، وهاي الفرنسية طلقاتها المخزن تبعها بيختلف عن البندقية الإنجليزية. الإنجليزية بيجي المشط فوق بعضهن الطلقات، هذه بتحط الطلقة وفي لها مخزن تحت السبطانة، بتدفع أول طلقة بتسكر، الطلقة الثانية بتحط وراها، تسع خمس طلقات بس. كداش معها بكان نسميه زهاب يعني ذخيرة، كداش زهابها معها خمسين طلقة، خمسين طلقة يعني إيش عظيم، مع لقينا معها خمسين طلقة، إيش عشر طلقات وأربعة وعشرين طلقة، منها الآن خمسين جنيه، بقينا خمسين جنيه وجينا مروحين. فبدي أتدرب، ما بعرفش كيف بدها تستعمل هاي، فالتجأت لخالها. هذا هو يعني مدام إنه عنده خبرة علمني عليها، هيك بتنفتح هيك بتسكر هيك بتطلع الطلقة هيك بتنزل، سدد نحط تنكة تنكة ونرمي. بس ما رميتش يعني ست خمس ست طلقات، بديش أضيعهن، بديش أضيعهن لكن توفرهم للجهاد. خلص عرفت كيف التسديد من هان لهان، من التسديد للشعيرة للهدف ماشي حاله. وصارت الناس تطلع بالليل حراسات في القرى، يطلع حراسات، بس شوف هذا عدم كمان عدم وعي. أهل أبو ديس عندهم اشتروا سلاح، بس وين يحرسوا؟ أطراف البلد، بس فيش كباني، فيش مستعمرة كبالهم. إحنا نحرس وين؟ أطراف البلد. طب المستعمرة أو المواقع اليهود جوا، بس نحرس هيك في شيء يعني فيش توجيه، يعني توجيه فيش توجيه. اللي دربنا بعدين أجا صار يدربنا عندنا في البلد، كان وقتها تشاويش في البوليس ثلاث شرايط، تعرف مين هو؟ محمد داود موسى اللي صار رئيس وزراء في أيلول الأسود. يا سلام، كان هذا في البوليس بثلاث شرايط تشاويش، ويوم يعني يقعد الناس ويسولف سلافة، كانوا شو قال الشاويش؟ قال هيك يعني خلص، ما دام الشاويش هيك كان يعني بفهم انه شاويش. وكان شاويش مع الشرطة الإنجليزية؟ مع البوليس. مع البوليس. بس كان يدربكو؟ صار يدرب الناس، صار يدرب الناس. هو لا يزال كان في الشرطة، ظل 48 لطلعوا الإنجليز، ظل يعني مع سلك البوليس، لا فنشوهم روحوهم، لا روحوهم. فيدرب ماشي حاله. فإلى أن يعني أنا زي ما قلت لك، أنا ما التزمتش في تنظيم يعني لا الجهاد المقدس ولا مع جيش الإنقاذ ولا مع أي أخوة، حبيت أظل يعني متفرغ، وين في معركة أمشي عليها. يعني اللي بده يتفرغ بده يقعد في موقع محدد، مثلا الجهاد المقدس يوم أنه شكلوه كذا بده يلزم أخذ بالقيادة. موقع مثلا بقيادة أخونا شيخ المناضلين بهجة أبو غربية، استلم منطقة المصرارة من باب العمود، تأخذ على المصرارة لغاية سعد وسعيد لحدود الشيخ جراح، ثابتين مواقع ثابتة، يأكلوا ويشربوا ولباس ورواتب، كأنهم جيش. بس مش جيش منظم يعني، بس لباس كل واحد من عنده يعني، ما فيش لباس تصرفه الجهاد المقدس، بس يصرفوا له سلاح، صرفوا له سلاح ويصرفوا له ذخيرة، بس بدك تثبت في موقع. أنا مالي مالها شغلة، وين في معركة بروح عليها، لو بدي ألتزم بدي ظل قاعد في الموقع. أنت أول معركة شاركت فيها دهيشة؟ أول واحد الدهيشة، واللي قادوها الجهاد المقدس، يعني اللي كامل العراقات كان نائب لعبد القادر الحسيني، بس ما حضرش عبد القادر الحسيني ليش؟ وين كان؟ ما عنديش فكرة، بس أجل منادي ينادي، ما هو كيف كانت فزعة، بدها تصير معركة في المحل الفلاني، إذا في تحضير إلها يودوا منادي في القرى، قرى القدس، على المحل الفلاني في معركة في إشي، يقولوا أجل منادي، ينادي المنادي في القرية، متطوعين يا يطلعوا. شباب يا أهل النخوة على المحل الفلاني. هسا
هذه معركة الديشة كما قلت لك أنه سبقها هي بدهم يمونوا ويسلحوا مستعمرة كفار عصيون اللي هي على طريق بين بيت أمر في جنب بيت أمر على طريق الخليل بين بيت لحم والخليل. اليهود اللي بدهم يزودوها بالمؤن بدهم يسلحوا من قطعة الطرق ما عاد يصلوهم. فودوا دورية أو مجموعة من الجنود حوالي 36 واحد أجانا الإخبار وقتها بشهر واحد إنه طالعين اليهود من عرتوف على وادي الصرار ومشي ومحملين ذخيرة وتموين على بغال، ولكن طلع عليهم نهار في جنب صريف، فراعي من الرعيان طالع يسارح الصبحيات شافهم رجع البلد وين النشامة طوقوهم أبادوهم عن بكرة أبيهم يا سلام. وأخذوا كل سلاحهم. هناك كان قائد المجموعة هذا من بيت صريف اللي هو إبراهيم أبو دية رحمة الله عليه، فانشهر إبراهيم أبو دية من هذيك المعركة يعني طلع اسمه يعني معركة فاصلة بطولية. فأنهاهم كلهم قتلوا عن بكرة أبيهم. هسه اليهود بدهم يجاودوا هذه المستعمرة، ما فيش إمكانية يجوا بالليل، أو هم كانوا بدهم يفكروا يصلوا بالليل، قدر موقف إنهم يصلوا قبل طلوع الشمس، ما يظهر طريق صعب ما زبطتش معهم. فمجهزين قافلة قبل يوم المعركة، يوم المعركة كان آخر شهر آذار، حوالي يمكن من 75 ل100 سيارة، وطلعت من عند القدس على بيت لحم. تعرف انت شارع القدس بيت لحم، بفوتش بيت لحم من طرف بيت لحم من خارجها، الشارع الرئيسي بين بيت لحم وبين بيت جالة، وبظل ماري بروح على الخضر وعلى عديشة وعلى الخضر، وثم بظل باشي على بيت أمر على الحول وبفوت الخليل. فمجهزين حوالي بحدود 75-100 سيارة. هم اليهود شو سووا بداية أو كانوا محضرين سابقا؟ كل كثير من وسائط نقلهم صفحوهن بحديد، صفايح حديد. الباص بتلقى كتلة صفيحة من الحديد صفايح مثبتة من كل جوانبه ومن الأمام، وطلقيات للسائق لجنب السائق، ودايره محل الركاب طلقيات ضد الرصاص صفايح حديد. التراكتورات حولوهن لشبه يعني دبابة صغيرة مركبين عليها جسم مصفح، بحطوا عليه رشاش، بنادق 9-4-5 شغلات من التركات كلهم مصفح. يعني بلشوا يصفحوا بكل سياراتهم كل آلياتهم، هذا بداية يعني كأشي بدائي في بداية 48. هسه كانوا مجهزين سابقا، هلا كانوا صفحوهن مباشرة بعد قرار التقسيم. المهم هذه القافلة مرت ما حدا يشتري فيها، فيش حدا في الطرقات، والإنجليز موجودين يعني في أنت تسوي حواجز على الطرق وقتال الإنجليز ممكن يلقوا عليك القبض ويصادروا سلاحك أو يحبسوه أو ما شابه ذلك. فمرت فشافوها الناس، فوصل الخبر للجهاد المقدس. الجهاد المقدس قرر فورا يروح يسوي كمين وهي راجعة، وهي راجعة بس وصل طريق العودة يعني في العودة وصلوا المؤونة وراجعين، وصلوا المؤونة وباتوا. وثاني يوم الصبحيات مع الساعة 10 وهم راجعين. حس أجل منادي من المساء من قبل بليلة أنه بكريات في معركة عند الدهيشة، يعني حددوا المكان. الدهيشة عبارة اليوم في مخيم الدهيشة بتعرف بس المخيم هذا بعد 48 بعد 8 بعد الحرب طيب. كانت أرض فلح وش اسمه، بس في هناك بيت كبير يعني طوله يمكن حوالي 8 متر 9 متر بعرض كذا، يقولوا في النبي دانيال
يقولوا كان في نبي اسمه دانيال هناك، والمكان اسمه الدهشة العين، لا في بشر هناك ولا في قرى ولا شيء. بعد مدخل الخضر، بعد مدخل الخضر دائما مباشرة بيجي الدهشة. فحشدوا الناس، أنا من الناس اللي هبيت معها، أنا من المسارح، ونمنا ليلتها بالعراء ولا أكل ولا شرب ولا أحد سائل. يا أخي ما كناش نسأل، أنا داري يعني أكلنا ما أكلنا، كيف ننام ما يسألش الواحد، ما كناش نسأل. ولكن فيش تنظيم لغاية كمان، فيش تنظيم. جماعة الجهاد المقدس أشوى منه، مرتبين مجموعات وما مجموعات، بس الفزعة هاي اللي أجت من كل القرى، اللي من قرى القدس، من بيت صفافة لصور باهر لسلوان للعزرية، ومن منطقة الخليلة جو الجولاني، هذا عبد الحليم، عبد الحليم الجولاني من الخليل كمان، مجموعة أجو، كلها جمعت الناس على حواف المنطقة، أخذوا متاريس، اللي واقف ورا صخرة، لا في خنادق ولا في كأس رمل ولا ما يحزنون. بس كانت الناس والله تستحي انها تنبطح على الارض، الطخ بالطخ ويواد يعني انه رجولي رجل. وانا خالي بحكي لك بعدين في القسطه كيف الصواب بهالمعنى. وينهم جايين؟ سكروا الطريق، المجاهدين سكروا الطريق بحجار وبراميل وما ادري وين، بس طلت وهي جايه على كوربه، بتطل اول يعني اول السياره، اذا تفجرت وقفت القافله، يسارها مرتفع ما في سيارات تطلع، وتحتيها منحدر الواد، ما في، مش وادي عميق بس مش صالحه للسيارات، مش صالحه للسيارات، وعباره عن طخ عليهم وطخوا علينا، وطخوا طول النهار العصريات. أكثرهم نزلوا من الآليات وانحشروا وين؟ في البناية، هاي البناية قديمة، بناية دانيال، بناية دانيال. فصاروا هدف أكثر، هم اللي ظلوا موزعين بالسيارات يمكن، ومصفحة سياراتهم، بس رغم ذلك تركوها، الأكثرية تركوها وقعدوا في البيت. البيت صار هدف لكل الناس، له شبابيك وله أبواب، فالناس تسدد يعني من الشباب، وهم يطخوا كمان، هم يطخوا. ظلت المعركة مستمرة تقريبا لصارت الدنيا بعد الساعة 2. هسا أجا خبر إنه المندوب السامي، هيك شاعة، إنه المندوب السامي تدخل وطلب من عارف باشا العارف، وطلب من عيسى البندك رئيس بلدية بيت لحم، إنهم يتدخلوا مع الجهاد المقدس، ما هو العنوان جهاد مقدس، انه يدخلوا مع الجهاد المقدس يفتحوا الطريق للقافلة. هسا روايتين، رواية انه عارف باشا العارف وعيسى المندك رفضوا، ورواية ثانية انه اتصلوا وقالوا لهم لا تتدخلوش. من الرواية الاصح انا لا سمعتها، بس اشاعة. المهم انه الجهاد ما ردش ما ردش عليها. بعدين ما شفنا الساعة تقريبا 3، وانا الانجليز جايين دبابات، جايبين دبابات مجزر جيش نجد لليهود، لليهود، واعطوا انذار للقيادة المعركة لكامل العراقات، يعني هو اللي كان موجود، انه اذا ما بتخلوا المنطقة بتفتحوا الطريق حنتدخل بالقوة. عادت زي ما قلت لك، احنا أبو زلام اللي معه 50 طلقة يجي معاه يمكن 100 أو 200، بس فيش تزويد، فيش حدا يودينا يعني زودنا بالذخير اللي بنصرفها. وحتى الجهاد المقدس يعني ما فيش هذيك اللوجستية للتموين للجسم، والناس من ليلتها سهرانين طول الليل، إشي نام وإشي ينام، وطول النهار يمكن ما كلوش كمان. ولكن الإنجليز قالوا إلا تفتحوا الطريق، فقدموا شروط، قيادة الجهاد المقدس قدمت شروط للإنجليز. شروطنا إنه يعني بنسلمكم، فيش سيارات تروح، آليات ما فيش تأخذها،
بتاخذوا الرجال الموجودين فيها الجرحى بيجين سيارات الصليب الأحمر، يجي الصليب الأحمر يأخذهم، أما بدهم يتركوا كل سلاحهم وكل آلياتهم. وفعلا ساعة زمان ونجيت سيارة الإسعاف ودخل الإنجليز في الوسط وصلوهم يعني، ووقف القتال، أخذوا الأحياء منهم اللي بقي أحياء، أخذوا من هو قتيل، ما قدرناش نعرف قديش قتله ولا قديش، بس السيارات الإسعاف أعداد كبيرة، سيارات الإسعاف أعداد كبيرة، ويمكن حملوا كمان بسيارات أخرى بغيرها وش اسمه. هسا بعدها لقينا عدد كبير من السيارات اللي مصفحة أخذوها الجهاد المقدس، غنموها، غنموها الجهاد المقدس، أخذوها معهم، وما تبقى محروق او كذا شالوه رموه على جنب شو اسمه. الان القسطل اجت بعد هذه، ها معركه القسطل، القسطل هذه في اخر اذار، القسطل في بلشت باثنين اربعة نيسان. أيوه. القسطل اجت باثنين اربعة، اما الناس طلعت يعني فرحانه انه قضينا على قافله قضت وكسبوا سلاح الجهاد المقدس، أخذوا كله، ما خلاش حدا يعني ينهب أو يستولي على شيء، كله أخذوا الجهاد المقدس، السيارات وأسلحة، رشاشات كان مع اليهود، رشاشات اسمها ألمانية نسميها هوشكس، هذا يرمي له يعني شريط من الذخيرة، شريط من الذخيرة، بس تحط أول الشريط فيه بصير يرمي، وصير الشريط يغذي، بيرمي 200-300 طلقة، والشريط مرتب في صندوق، بصير يعني يخرج من الصندوق واحدة وراء واحدة، ونوع مرعب. تصور لو هذول جماعة الجهاد المقدس كانوا مدربين وكانوا مولين ومسلحين، وكان عمرها ما قامت إسرائيل، لو كان في تدريب، لو كان في تنظيم، والله أقول لك بصراحة، والله أنا مني واحد من الناس طيلت هذول المعارك الأساسية لغاية 48، وأنا بهالحالة هاي مع هالناس بقاتل، شو بعد القتال بده يصير؟ عنديش فكرة. بنسوي دولة، بنسوي جمهورية، ملكية، ديمقراطية، إسلامية، ما حداش يحكي بهالمواضيع. الفكرة نقضي على عدم قيام دولة، بس لازم هذا قيام دولة اليهود، أي مهمتنا. أما شو بده يصير بعدين سياسيا، مين القيادة، مين ما حداش يحكي فيها، ما فيش هالجدل، الجدل اللي في المراحل اللي عايشينها اليوم بين القوى يعني الأحزاب والتنظيمات، هذا مش موجود. يعني كأن الشعب الفلسطيني أخذ على حين غرة، الصهاينة كانوا بيحضروا صار لهم عشرات السنين تنظيريا وعسكريا ومن جميع النواحي، بينما الفلسطينيون الآن كل همهم إنهم يحولوا دون أن تقوم دولة لليهود على أرضهم، بس ما بعدها ما حداش يفكر فيها، ما حداش مفكر فيها لغاية هذيك المرحلة. العنوان السياسي الأكبر الحجمين، العنوان بس هو مش موجود يعني، مش في فلسطين، كان وقتها في مصر، فالعنوان الأعلى الحج أمين ناحية سياسية، أما كعنوان سياسي، أما إشي أخر ما كانش حدا يفكر فيها. استشهد يوميتا شاب من بلدنا مع الجهاد المقدس، كان إسعاف يعني، هو تمرجي ما كان يسمي تمرجي مسعف، ها استشهد، اسمه علي خضر، علي خضر الأعور من بيت الأعور رحمة الله عليه. روحنا بالليل، روحنا حملان عصفير من بيت لحم على سور باهر على جبل المكبر على سلوان. يا أخي بكت معنا قوة، أنا داري بكينا يعني الله معطي كيف، أنا هسه بفكر كيف حملنا من هناك ووصلنا في حوالي 30 كيلو يا زلمة، والله العظيم ما تعير.
ثاني يوم كان تشييع البلد كله طلع انه شهيد، يعني اول واحد هذا بيستشهد من عندنا من البلد. البلد كلها مشت في جنازته، يعني كانت يعني جنازة رهيبة، كله حماس للعمل، مش من شان فلان، لأنه لو مات في الدار ممكن ما حداش أمر عليه غير قرايبه، بس لأنه في المعركة الناس كلها طلعت في هذيك الحادثة وهذيك الجنازة تشارك فيها. وروحنا ثاني يوم خلص انتهت المعركة، انتهت كل واحد، احنا الفزعات كل واحد روح على داره. والقصة اللي كانت فزعة مشابهة؟ والقصة يا سيدي قصتها أطول شوية، لأنه القصة أخذت حالة، لأن أول قرية فلسطينية بتسقط بيد اليهود، هي أول قرية سقطت، أجت بعدها دير ياسين، بس القسطل كقرية، وهي قرية صغيرة القسطل، يعني جاي على راس تلة على طريق القدس الساحل على يافا، وجاي على راس تلة حوالي 30-40 بيت ومكومين على بعضهم هيك، يعني ما شو اسمه، ولكن اسمها قرية إنه احتلوا اليهود قرية. القسطل منين؟ عندك فكرة منين جاي الاسم؟ ها؟ قسطل، شوف قسطل في الشام هنا في على طريق حمص في قرية اسمها القسطل برضو اسمها القسطل. أما منين جاي الأصل كسمة القسطل؟ يعني القسطل هو عبارة عن المواسير بسموه القساطل، بس هي جاي على راس تلة، بس مش يرفع الطريق اللي بربط القدس بالساحل. طيب شو رأيك، لأنه قصتها مهمة وطويلة نسبيا، نخليها للمراجعة القادمة، لأنه وقت هذه المراجعة أزفة تقريبا.